السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأصدقائي. في الشرح ده إن شاء الله هقدم لكم إظهار ملفات الداتا أو إظهار الملفات اللي هي موجودة في الـ OPP. بعد تحديث أندرويد 11 قامت الشركة بإخفاء الملفات أو حمايتها. تيجي تدخل كده على الملفات يقول لك تم الرفض أو الملفات محمية أو مخفية. فإحنا هنحل المشكلة دي بطريقة بسيطة جدا جدا. تابع معايا الشرح. دلوقتي أنا هطبق الشرح على نظام أندرويد على جهاز 12 مش 11. زي ما انتم شايفين كده من الاعدادات النظام 12 مش 11، يعني من اول 11 بيتم حماية الملفات ومن خلال تطبيق فك ضغط الملفات واللي احنا بنعدل بيه وبننقل بيه الملفات وبنعمل بيه نسخ والOPP. هنفتح الملفات هتفتح لنا كل المجلدات زي ما انتم شايفين كده. لو دخلنا كده على الOPP هيظهر لنا الطريقة دي مشكلة. طيب لو دخلنا على الداتا كل الملفات موجودة واحيانا ما بتبقاش موجودة كمان. طيب حل مشكلة ايه؟ ان انا ادخل من تاني من جديد على الOPP وهنا اضغط هنا على كلمة حسنا هيظهر لنا كده استخدام هذا المجلد. هستخدم هذا المجلد وادي له الصلاحية للوصول عشان يوصل للملفات الموجودة. وبكده تبقى ظهرت الملفات زي ما انتم شايفين كده. شرح بسيط جدا وتقدر بعد كده ان انت تعدل في الملفات او تنقل الملفات. وبكده يبقى شرحنا خلص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم نميري للتطوير.